راديو الأهرام يقدم من بلاد برة مع شيماء مأمون. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو الأهرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من بلاد برة. هنتعرف في حلقتنا النهاردة على شعب الباجاو أو غجر البحر، وهو الشعب الأكثر علاقة بالماء، حيث يعيش في البحار المرجانية الزرقاء بسواحل جنوب شرق أسيا ويقضي حياته كلها في البحر. فالحياة على اليابسة بالنسبة للباجاو شبه مستحيلة، حيث يعيشون في قوارب صغيرة ويقضون حياتهم معتمدين على الصيد لكسب الرزق. ويمكن القول أن هذا الشعب يعيش مشتتا بين أندونيسيا والفلبين وماليزيا، إلا أنه خلال 50 عاما الماضية هاجر العديد من أهل الباجاو إلى ماليزيا وجزر الفلبين الجنوبية، هربا من الصراع القائم بين الجماعات الإسلامية والحكومة الفلبينية والمعروف باسم صراع مورو. واختلفت الروايات حول أصول شعب الباجاو، حيث تقول بعضها أنهم شعب منع من العيش في الأراضي الماليزية بعد هجرتهم من الفلبين، وتقول أخرى أن رجلا ضخما يدعى باجاو أمر شعبه باللحاق به خلال رحلاته البحرية لأن البحار تفيض، مما سيسهل عملية الصيد بالنسبة لهم. وقد سمع سكان المناطق القريبة بقصته فخططوا لقتله بالسهام، إلا أنه نجا منها وبقيت سيرته متداولة ومتوارثة عبر الأجيال. وتحكي أسطورة أخرى إنهم ينتمون إلى شعب كان يسكن اليابسة، ويحكمهم ملك له ابنة ابتلعها البحر في عاصفة شديدة، فأمر الملك شعبه بالبحث عن ابنته فرحلوا إلى البحر باحثين عنها، ولما فشلوا في العثور عليها قرروا البقاء في البحر خوفا من الملك. ويقضي الباجاو حياتهم كاملة في البحر، فهم يولدون ويعيشون ويموتون عليه، وبسبب ذلك فهم من السباحين والغواصين وصيادي الأسماك المهرة، بل أن من وسائل التسلية عند أطفالهم اللهو مع أسماك القرش والغوص بصحبتها إلى أعماق المحيط. ولا يحمل شعب الباجاو أي جنسية، فهم لا ينتمون إلى أي دولة بعينها، فهم بذلك ينعزلون بشكل شبه كامل عن العالم بحياتهم البدائية والتلقائية، وهم في الحقيقة مكتفيين ذاتيا إلا من بعض الأشياء البسيطة التي يقايضون بها سكان السواحل الماليزية بما يصطادونه من الأسماك. وعلى الرغم من أن شعب الباجاو لا يتلقى أي تعليم نظامي أو أساسي ولا توجد لديه مدارس، إلا أنهم خبراء جدا في طرق العيش والبقاء، ومن مهاراتهم إنهم يستطيعون تحديد الأوقات اليومية والتواريخ عموما بالاعتماد على حركتي المد والجزر وبدقة كبيرة جدا. ومن الغرائب التي يعاني منها غجر البحر أنهم يعانون من الدوار والتعب الجسدي عند تواجدهم على اليابسة لبعض الوقت، وهو ما يجعلهم لا يحرصون على الذهاب إليها إلا نادرا وعند الحاجة الملحة، فهم كالأسماك يموتون خارج الماء. ويجمع سكان الباجاو بين ديانة الإسلام والإحيائية، وهي الاعتقاد بوجود الأرواح. كما يعتبر شعب الباجاو شعبا مضيافا ومبهجا ومسالما على الرغم من تواضع ظروف معيشته، فهو يصب كل اهتمامه في علاقته على الأخوة والمشاركة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، كما أنهم لا يعرفون الطبقية ولا نظم الحكم ولا الطائفية نظرا لقلة احتكاكهم بالشعوب التي تعيش على الأرض بما فيها من صراعات على تملك الأرض والموارد. ويكافح شعب الباجاو من أجل البقاء في ظل الظروف الطبيعية المتقلبة وتعرض الثروة السمكية للاختفاء أحيانا، كما أن دولا قليلة فقط هي التي تقبل استقبالهم على أراضيها لأنهم لا يملكون أي أوراق رسمية. ومن بين هذه الدول حكومة أندونيسيا التي سمحت لشعب الباجاو بإنشاء قرى مؤقتة لتعليم أولادهم والحصول على الخدمات الطبية وترك شؤون البحر ومخلوقاته، إلا أنه بزد البراكين التي تصور في أندونيسيا يعيش شعب الباجاو مهددا بعد أن خسر مئات الآلاف منهم في تسونامي. ولا يعتمد شعب الباجاو على مهاراته في الإبحار فقط، بل على قراءة التعويذ على السفن قبل انطلاقها. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من بلاد برة. من بلاد برة مع شيماء مأمون.